يا نعيمه انت يا وليه اسمك نعيمه ايه افترشتي ما تسمعاني؟ نعم يا ست الحسن والدلال، عايزه ايه؟ انا هبلغ عليكي يا اختي، ما تردي عادي ردت المايه في زورك. يا فتاح يا عليم، الله بطولك يا روح. نعم خش على ليلى عشان ايدي مش فاضيه، علق انت عليا. انت اتجننتي؟ امال انت لازمتك ايه في الدار؟ لا انا ليا لازمه ونص في الدار، بس عند اصحابها اسياد الدار. انا هنا ست الدار، وان ما فهمتهاش ودخلتها في نفوخك الخربان ده بالذوق هفهمها لك غصب عني. وهتفهمها لي ازاي دي بقى؟ اسمعي يا ولي، انت بتخدمي هنا في داري فاهمه، والاخر مره هقولها لك، ان ما مشيتيش عدل هتردك من الدار دي، انت فاهمه؟ عشنا وشوفني. صباح الخير يا ام سامح. يسعد صباحك، في ايه؟ عامله غاغه ليه على الصبح؟ الوليه اللي اسمها نعيمه وليه غبيه. حرام عليكي، دي ست غلبانه وكلنا غلابه يا حسني. انت بتعملي سندوتشات انت الاخرى على الصبح لابو سامح؟ لا دي الراضي ابن عمي ابو سامح، فطرته من بدري ومشي بالسلامه. قلتيلي اني برضك استغربت. لا يا حبيبتي ما تستغربيش، اني قلت كده خش اعمل لي كوبايه شاي حاجه كده روق بيها نفخي على الصبح. وماله يا اختي، البراد عندك مليان ميه سخنه، اعملي اللي انت عاوزاه. تعيشي يا حبيبتي، والنبي يا اختي ولا ليكي عليا يمين، طول ما انتوا في مصر بدعي لشاكر افندي ربنا يخفف عنه، بركه يا اختي انه قام بالسلام. تعيشي يا حسني. ان شاء الله تسلمي يا حبيبتي، ما تجيب اعمل معاك. لا شكرا، اصل انت يعني عدم لا مؤاخذه كده مش واخده على عمايل الشندوتشات. هي ساعات ما جتش معاك ولا هتيجي مع عمي ومع مريم عروسه شاكر. هي مريم هي رخرة قاعده مع شاكر في مصر؟ ما اسمهاش قاعده مع شاكر، اسمها قاعده مع سعاد، وبتروح تزوره مع عمي ومع سعاد عشان تبقى جنبه وتطمن عليه. والنبي يا حبيبتي باين عليها وشها وحش، ادامها كده وحش ونحس. ايه يا بنت الكلام المسخ ده؟ تعبها محني من ساعه ما الراجل قال يا جواز جراله ما جرال. مفيش فيكي فايده. الف سلامه على سي شاكر يا معلم عارف. طب خيرك يا غريب؟ سلامه على اخوك معلم. شكرا يا محمد. خلاص بقى يا اخوانا شوفوا شغلكم، احنا عطلانين بقالنا يومين ثلاثه. اسمع يا فادي، انا عايزك تروح تفتح الوكاله وتبدل معايا ما بين هنا وهناك. من عينيا يا عم عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلامه على سي شاكر يا معلم عارف. الله يسلمك يا خميس. والله كنا قلقانين لما عرفنا، يا ربنا يطمنكم عليه. كتر خير. بقول لك يا معلم عارف، عايزك في كلمتين كده. خير برهان بيه، عايز يقابلك النهارده ضروري. النهارده ضروري. إيه طب احنا متشكرين على اسالك يا سي خميس، كتر خير. ربنا يطمنكم عليه، والف سلامه على سي شاكر. ربنا يكرمك. الف سلامه على سي شاكر. ما خلاص يا اخوي، مالك متشكرين؟ وانت مالك انت يا اخوي؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم عان كان عايز منك ايه الواد ده؟ ابدا كان بيعرض مساعدته يعني. انا مش قلت لك تروح تفتح الوكاله؟ بطلت وعاد. قول يا ولد. حاضر يا عم عان. اشرب بقى يا شاكر وبطل دلع. اللي يلاقي دلع ما يدلعش يستاهل كل اللي يجراله. مش كده يا والنبي يا سعاد؟ خصوصا بقى اذا كنت بتدلع على ايد القمر اللي قاعد جنبي ده. بطل بقى يا شاكر. بطل ايه بس يا مريم؟ هو اللي يقول الحق يبقى غلطان؟ هو من جهه حق فهو حق بصحيح. احنا هنلاقي قمر زيك يا مرمر يا جميله انت. ميرسي يا ابله سعاد، والله ده انت اللي سكر. لا ايه ده بقى، ان شاء الله هتقعدوا تغنوا وترد على بعض كده. صحيح ابويا الحاج فين ده كله؟ نزل من بدري يلف على اولياء الله الصالحين. اقول ده انا قلت النهارده هيرتاح وينام له شويه بعد التعب اللي شاف. ينام ازاي بس؟ ده يا حبيبي يعني ما شافتش النوم لا ليل ولا نهار، ما بيعملش حاجه غير انه بيصلي وبيدعي لك. والله يا ابله، قلب الاب ده حاجه تانية خالص. والله واني كمان، اني كمان قلبي في حاله نادره دايب دوب والله. بعدها لك يا شاكر. احم انا يا جماعه مضطر استاذن دلوقتي كده لانه حاسه اني عزول. لا 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 يا سعاد ما تقوليش كده. لا يا ابله سعاد خليكي قاعده والنبي. لا انا كده كده كنت خارجه علشان اشرب كوبايه شاي. طب خليكي وانا هطلبها. لا انا ليا طلبات خاصه في كوبايه الشاي بتاعه الصبح دي بالذات. عن اذنكم. اتفضلي يا سعاد. ايه مش هتشربيني بقى العصير ولا ايه؟ يا سلام من عينيا الاثنين. وحشتيني قوي يا مريم. وحشك ازاي بس يا شاكر، ما انا قاعده قدامك اهو من الصبح. اعمل ايه بس؟ انت بتوحشيني وانت قاعده جنبي وانت قدام عينيا كمان. انت مش هتبطل بقى كلامك ده؟ ابطل؟ ابطله ازاي يا مريم؟ ما هو ده اللي انا حاسس بيه. طب لو ما سكتش انا هخرج واسيب الاوضه، ايه رايك بقى؟ لا 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 خلاص خلاص، يعني مش هنطق بكلمه بعد كده، بس خليكي جنبي. الف سلامه عليك يا شاكر. صحيح. سعاد اهلا
اهلا يا عم. مشاكل اخباره ايه؟ الحمد لله كويس الطمن. الحمد لله. زرت اهل البيت؟ ايوه الحمد لله، ربنا مدينا بدادهم يا رب. يا رب، دعت لنا هناك بقى؟ طبعا دعيت لكم واحد واحد وكل واحد باسمه، المهم مشاكل اخباره ايه؟ والله زي الفل، وسايبه مريم معاه فوق وقلت اشرب شاي، اتفضل اشرب شاي معايا. لا 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 معلش، انا هزور الدكتور بتاعه وبعدين اروح اطمن عليه. طيب. بالاذن. اتفضل يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور. اهلا دكتور. ها شفت شاكر النهارده؟ لا والله يا دكتور لسه. هو بقى كويس الحمد لله. الحمد لله. وكتبت له على خروج بكره ان شاء الله. ان شاء الله. بس اهم حاجه فتره النقاهه، لازم يقضي فتره نقاهه كامله، يعني مش اقل من شهر. ايوه طبعا طبعا دكتور، بس انا يعني كنت جاي كده يعني عايز اتكلم معاك. خير يا حاج؟ عايز ايه؟ قول. أنا بس كنت جاي عايز أتأكد من الموضوع اللي حضرتك كلمتني فيه ده. يعني تتأكد من إيه بالتحديد؟ أصل الواد عريس وكان زمانه متجوز، لو ما كانش حصل اللي حصل ده دلوقتي المفروض إن هو يتجوز بعد فترة النقاهة اللي حضرتك بتقول عليها دي على طول. أنا أعمل إيه؟ أفركش الجوازي وأقول للناس خلاص ما عادش ينفع جواز ولا إيه؟ بالعكس، ده لازم يتجوز. لازم يتجوز؟ امال الكلام اللي حضرتك قلته ده معناه ايه؟ انا قلت لك ان حدوث الاثر ده مجرد احتمال لا يتجاوز 10% بس، ومفيش حاجه هتخلينا نتاكد اذا كان حصل الاثر ده ولا لا الا التجربه، فلازم يتجوز عشان نتاكد. بس اوعى يا حاج تجيب سيره لشاكر عن الكلام ده اطلاقا. لا طبعا يا باشا. اه احسن تتحول المساله عنده لهاجس نفسي ياثر عليه بالفعل من غير ما يكون عنده اسباب عضويه. يعني اجوزه بعد الشهر ده ما يبقاش فيه مشاكل؟ ده لازم يتجوز بقولك عشان تطمئن عليه وعلى حالته، وان شاء الله هتلاقيه زي الفل وزي الحصان كمان. يا رب يا دكتور يا رب. الف شكر يا دكتور، الف شكر. لا ابدا لا شكر على واجب. اطمئن يا حاج. السلام عليكم. سلام. السلام. ايه راجعين بكره ومعاكم شاكر؟ يا الف نهار ابيض، يعني هو بقى كويس خلاص؟ الف بركه يا عمي، الحمد لله على سلامته. يا رب يرجع بيته سالم ونفرح بيه ويغنموا السلامة يا رب. الله يكرمك يا غالية. والأولاد عاملين ايه؟ طب الحمد لله. وحسني ازايها؟ بيسلمي لي عليه. طيب اشوف وشك بخير، مع السلامة. يا ترى اخبار الجماعة هناك ايه يا حاج زكريا؟ بخير الحمد لله، كلهم بخير الحمد لله، ربنا يحفظك ليهم. والله يا سيدنا الحاج اني ماني عارف اشكرك ازاي على حسن استضافتك وعلى كرمك اللي انت غرقتنا بيه. هو فين الكرم ده؟ ده ما يجيش من بعد كرمكم. اي والله مهما عملنا مش هنقدر نرد لكم اللي انتوا بتعملوه معانا لما بنيجي عندكم ولا مع بنتنا سعاد. بكره يا عروسه لما تخشي بيتهم هتشوفي الكرم ده. ما هو مرة يا أخويا بيحكي لي عن كرمهم إزاي ده من دلوقتي يا طنط. ربنا يحفظكم جميعا. تعيش يا حاج. أمال مرة أخوكي فين يا عروسة؟ هو ما جاش يقعد معنا ليه؟ مرة راح يخلص إجراءات الجيش بتاعته هو وشاكر، ولما شاكر يخف إن شاء الله هيروح يستلم الورق بتاعه. يا رب يقوم بالسلامة يا رب، قدر ولطف. بكرة يبقى زي الفل ونحضر الأفراح والليالي الملاح ونفرح بيكي وتفرحي بيه يا عروسة يا أمورة. يا رب. ها ما قلتليش بقى يا سعاد، ايه رايك في المصنع؟ بصراحه يجنن. ايه اتفضل. متشكر يا حاج، انا ما كنتش متخيل ان يكون كده ابدا. ده ولسه ده انا هجيب مكان جديد وهعمل فيه حاجات كتير قوي، هخليه احسن مصنع عالبان فيك يا مصر. ما شاء الله عليك يا حاج برهان، دماغك عجباني قوي. ايه عجبك صحيح؟ طب ما تاخدني. ده اللي طلعوا المصنع ده يا حاج يغرق البلد باللي حواليها كمان. لا بلد ايه وحواليها ايه اللي احط عيني عليها في التسويق دي؟ لا احنا هنسوق في مصر واسكندرية ودمنهور والمنصور، احنا هنوصل للساحل الشمالي. لعلمك يا عارف الجيب المطلوبة قوي قوي قوي. لكن انت يا حاج عرفت الحاجات دي كلها منين؟ من الدنيا يا ابني، الدنيا علمتني حاجات كتير قوي. بس اللي انا اعرفه يا حاج انك كنت هنا في البلد ومتربي فيه وسافرت وانت يعني لا مؤاخذه يعني لا وراك ولا قدامك، اتغنيت ازاي مره واحده كده؟ اشتغلت وكبرت وتعلمت. مصر دي عارف تعلم البني ادم حاجات كتير قوي. طب قول لي بصراحه يا حاج برهان، ايه اللي بينك وبين ابويا؟ بس بصراحه يعني كل خير. لا انا ما بحسش بكده،
انتوا لا بتكلموا بعض ولا حتى بتسلموا على بعض، وابويا لا مؤاخذة يعني لما بتيجي سيرتك قدامه بيتضايق، وانا عايز اعرف السبب. طب ما سألتوش ليه انت السؤال ده؟ سألته بس ما جاوبنيش، وعشان كده بسألك انت، ويا ريت تجاوبني. لو اعرف هقول. ما هو مش معقول تكون مش عارف، اكيد انت تعرف. كل اللي اعرفه هو جدك ابو والدتك كان راجل طيب، ووالدتك كانت آية في كتاب، وسبق قلت لك ان انا اشتغلت مع جدك وافضلوا عليا كتير قوي، انما ابوك وعيلته انا ماليش بيهم خلطه. واللي انا اعرفه كويس ان الكبير ما يحبش حد يكبر جنبه، عشان كده لما ابوك وعمك شافوني راجع من مصر ومعايا القرش كرهوني، استكتروه علي. مش معقول يا حاج، ده بقى راجل طيب وبتاع ربني ومؤمن بتوزيع الارزاق، وعمي برضه كده. والله يا ابني اللي اعرفه قلتهولك. المهم طمني على شكر اخوك. الحمد لله بقى كويس بعد العملية؟ نحمد الله. ربنا يا ابني يطمنكم عليه. يا ألف بركة، يا ألف نهار أبيض، نورت بيتك يا ابني. الله يخليك يا حاج. بالراحة 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 بالراحة. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض. الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. ازيك يا حمد الله على السلامة. بالراحة بالراحة. وسع لي يا راضي. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. والله عارف بالراحة. دي لسه قايمة العملية. قول لي قول لي قول لي يا حبيبي عامل إيه دلوقتي؟ الحمد لله بخير يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله. ألف حمد وشكر ليك يا رب. على فكرة ده بركة دعاء عمي الحاج، هي اللي قومتك بالسلامة. أمال إيه، ربنا يخليه لنا يا عم. قلقتنا وطارت النوم من عينينا. لا ما تخافش، عمر الشاي باقي. يا لهوي، ده البلد كلتها كانت مظلمة من غيرك. ربنا ما يغيب لك حس أبدا يا رب. ربنا يخليكم ليا يا رب كلنا. الحمد لله على السلامة يا شاكر يا فندم، بركة انك قمت بالسلام. شاكر يا بنتي حسني، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حاج، ان شاء الله ما نحرم من دخلتك عليا ابدا. عقبال ما نفرح بيه يابا كده وتكمل فرحتنا. يا رب، دي هتبقى الفرحة الكبيرة. لا الكلام ده مش قبل شهر، على ما تتحسن صحته، ده الكلام الحكيم. ربنا يتمم لك بخير يا رب. شاكر. مش هتخش تريح في اوضتك بقى يا شاكر. لا معلش يا حاج، انا اصلي عايز اقعد معاهم شويه، اصلهم وحشيني قوي. والنبي يا عمي خليه يقعد معانا شويه، ده وحشنا قوي 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 قوي. ايوه قعدته وحشتنا قوي يابا. طيب هطلع انا اغير هدومي وانزل لكم. قدام يا بنت حسني، قدام. ايوه الحمد لله على السلامه يا شاكر. ربنا ما قلناش فيك حاجه وحشه ابدا يا رب. الله يخليك. اتفضل. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا حبيبي، وحشني. انت كمان وحشاني قوي. ربنا يخليك ليا يا رب. ويخليك ليا. الف حمد لله على السلامه يا حاج، نورت دارك ومطرحك. ربنا يخليك ليا يا حسني. ويخليك ليا يا رب، داني من غيرك ولا اسوى يا سيدي وتاج راسي. تعيش يا حسني. ان شاء الله ما نحرم منك ابدا ولا من دخلتك عليا، وتفضل كده مضلل عليا وشايلني تحت جناح. ده ايه الرضا ده كله؟ ده ايه الرضا ده كله؟ انا لو كنت عارف كده كنت سافرت من زمان. لا سفر تاني. لا ليه؟ في حاجه حصلت وانا مش موجود؟ في حد ضايقك ولا حاجه؟ ابدا، انا اللي ضايقني بس بعدك عني، والنبي ما تبعد عني تاني. حاضر ان شاء الله. ادي يا بس ان ربنا ما يجيبش حاجه وحشه ان شاء الله يا رب. مالك يا حاج زي ما تكون متضايق كده؟ ابدا، ربنا ما يجيبش ضيق. يوه، هو اني ضايق عنك؟ لا شكلك متضايق. تكونش لسه متاثر من موال بتاع شاكر ابنك ده؟ موال؟ موال ايه؟ موال عياه يعني، ورقدته في الاسبيتالي. ربنا يتمم له الشفاء على خير. ولا يكونش حد ضايقك حد كده يعني من ناحيه نسايب شاك؟ وش معنى نسايب شاكر يعني؟ اتمنهم يعني لسه معرفتك بيهم جديد؟ ابدا والله، دول ناس احسن من الاهل. ولا العروسي، يا سلام، آية في الاخلاق والادب والذوق والتربيه، تربيه بصحيح، بنت ناس حقيقي. دي قعدت معانا يومين تقوليش نسمه؟ ربنا يحميها. وهي يعني ازاي تقعد عند نسايبها لوحدها ولسه ما انكتبش كتابها؟ نسايبها دي كانت قاعده عند اهل سعاد، يعني بيت راجل ازهري جليل، وبعدين أهلها ناس محترمين يعرفوا العيبة. يلا على الله بس يكون أدمها أدم سعد عليه. يا بابا، أنا ما كنتش فاكرة إن هم ناس طيبين للدرجات. أي والله يا بنتي فعلا هم ناس طيبين وولاد أكابر بصحيح، من أول الحاج زكريا لغاية شاكر. يا على شاكر يا بابا، مش قادرة أقولك قد إيه هو طيب وكويس معايا. يا سلام يا سلام، إيه ده كله؟ ربنا يا بنتي يسعدكم ويتمم شفاه ويهدي سرك انت هو يا رب. يا رب يا بابا. انا دلوقتي يا بنتي اطمأنيت على العيله اللي انت هتعيشي في وسطيهم، ناس طيبين، وخصوصا الحاج الكبير الراجل الكبار الحاج زكريا، يعرف في الاصول كويس قوي. ولا سلايفك الاثنين، اذا كانت سعاد ولا غاليه، الاثنين احسن من بعض.
يا بابا ما تستورش أبلة غالية دي طيبة وبتحبني قد إيه، ولا أبلة سعاد واللي كانت عاملة معايا وأنا عندهم في مصر دي زي ما تكون أختي بالظبط، حتى وهم موصليني هنا قبل ما يروحوا بلدهم شوية شوية كانت هتنزل معايا مش عايزة تسيبني خالص. ربنا يكرمها يا رب. أهم بكرة يا ستي هياخدوك مني وتسيبيني لوحدي. مين ده اللي ياخدني منك؟ محدش يقدر ياخدني منك أبدا يا بابا يا حبيبي. يا بنتي يا بكاشة، ما أنت خلاص هتتجوزي وتروحي تعيشي في بيت جوزك، ربنا يسعدكم يا رب. بس عمي زكريا أجل الفرح شهر. ما علشان شاكر يبقى أحسن، وعموما أني بكرة هروح أزورهم أطمن على شاكر واتفق على الترتيبات أني والحاج زكريا بعون الله. ربنا يخليك ليا يا بابا يا رب وما يحرمنيش منك أبدا. فهمني بس يا زكريا، مالك ده انت شايل هم على قلبك ما يعلم به الا ربنا. مش عارف اقول لك ايه يا رشوان، حكايه اصلها حساسه قوي. واحنا من امتى ما بينا حساسه ومش حساسه؟ شاكر. شاكر يا رشوان. ماله شاكر يا اخوي؟ الدكتور قال لي اللي حصل له ده ممكن ياثر عليه في الجواز. يعني ازاي الكلام ده؟ ايوه والله، ومن ساعتها وانا قلبي بيتقطع ومانيش عارف اعمل ايه. هو قالك ممكن يأثر عليه ولا اكيد؟ هو في الحقيقة قال ممكن. يعني ايه؟ طب ما سألتوش ليه ان كنا نجوزه ولا لا؟ سألته. ها؟ وقالك ايه؟ هو قال انه لازم يتجوز عشان نجرب ونتأكد بالتجربة ان كان حصل تأثير ولا لا. طب افرض لا قدر الله والف بعد الشر عليه يعني أثرت، نجيب للولد وجع القلب ليه؟ والله ماني عارف اعمل ايه يا رشوان، عايز اعمل بكلام الدكتور واجوزه وفي نفس الوقت خايف للفاس توقع في الراس. لا اله الا الله، كان مستخبي فين بس ده يا رب؟ شفت بقى ان ليا حق اشيل هموم الدنيا؟ شفت يا اخوي وشلتها معاك، بس اوعى يا زكريا جيب سيره لحد ابدا لانها فعلا حاجه حساسه قوي. يا نهار ابيض، انت بتقول ايه يا رشوان؟ يا اخوي، وربنا يستر بقى ويجيب العواقب سليمه يا رب. يا سلام، ما تتصورش انت وحشتني قد ايه يا ثروت، البلد كلها وحشتني. ربنا يخليك يا حبيبي ويتم لك شفاك يا رب ان شاء الله على خير. لكن الظاهر بقى ان رقدة المستشفى دي كانت على هواك. يا راجل حرام عليك، على هوايا ازاي بس؟ في حد في الدنيا بيحب رقدة المستشفى برضو؟ معلوم يا اخوي، اذا كانت حبيبة القلب قاعدة جنبه. بصراحة بدي عندك حق، قعدتها جنبي في المستشفى حسست ان داني في الجنة مش في المستشفى. يا سلام يا سلام، قلتش اني بقى حاجة غلط؟ تصدق يا ثروت، فضلت قاعده جنبي ورجعتش البلد عشان تطمن عليا. يا راجل دي كانت بتاكلني وتشربني بايديها. دي ما كانتش رقده مستشفى بقى، دي كانت رحله غرام. اي غرام يا ثروت واي غرام، اصلي بحبها قوي يا جدع. ربنا يسعدكم يا رب مع بعض. هانت ايه بس؟ ده الدكتور اجل الجواز شهر بحاله. بحاله؟ انت بتتريق؟ هو الشهر ده هيعدي عليا كانه سنه بالظبط. معلش يا شاكر، ما هو كله عشان مصلحتك وصحتك. يعني هيحصل ايه بس؟ ماني زي الحصان اهو. حصان ايه؟ ده انت لسه يا دوبك قايم تمشي. بقول لك ايه، خاف على ظهرك. ايوه صح، انت فكرتني والله، بس الدكتور قال لي اني لازم اتمشى كل يوم شويه. شفت؟ معنى كده انك لسه ما رجعتش لطبيعتك، خاف على صحتك يا شاكر. ايوه عندك حق، احسن واني نازل من الكوشه اقول لها والنبي يا بنتي خدي بيدي ربنا يسترك وتبوظ الجوازه والليله كلها. ما تخافش خلاص. انا هرجع امشيك تاني زي زمان، نتمشى على الترع رايح جاي. ولا يا ولي تكونش ناوي تتمشى مع عروستك؟ والله يا ريت، بس ازاي بس؟ معلش هانت، كلها شهر وهتتمشى لغايه ما تشبع. ادخل يا اختي. سمو الله والحارس الله، اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ده ايه الجمال ده كله؟ عامل ايه دلوقتي يا حبيبي؟ الحمد لله بخير يا جليل. اقعدي يا اختي اقعدي. لا اقعد اهي بقى، العيال بره كده شكلهم هينام. يلا امي يا ثروت اما العيال ينام. حاضر حاضر حاضر. بقول لك ايه، انا بكره الصبح ان شاء الله هجي لك عشان نبتدي حكايه المشي دي. ماشي حاضر. يلا سلام عليكم يا ست. حاضر يلا. الله نورتي بيتك يا قلب اختي. الله يخليك يا اختي. من شقاوتهم والمناه ده طول النهار. اصحى يا قلب امي. اصحى يا حبيبي، نويتهم من غير شر يا اختي؟ العيال نايمين على الاخر اهم. طب يا اختي بالسلام. الله يسلمك على مهلك. يلا حبيبي ان شاء الله لو ربنا اراد هاجي لكم بكره. لازما طبعا عشان تطمن على حبيبك. ايوه يا اختي، وعشان يمشي كمان، مش الدكتور قال لازما يمشي؟ ربنا ما يحرمكوش من بعض ابدا ويخليك يا رب. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام. سلام.
ابو. اهلا اهلا يا عم. ايه ده انتوا ماشيين كده على طول؟ ان شاء الله ما يلزمكش اي خدمه. كتر خيرك يا حبيبي. فوتك بعافيه يا يابا. ما تخليكوا شويه يا اولاد. معلش اصل انا نامت بقى وعايزه انيمهم يعني. طيب تصبحوا على خير. وانت من اهل. السلام عليكم. مع السلامه. والسلامه يا جليل. الله يسلمك يا اخت. مع السلامه يا اختي. غالي. نعمين يا عم. كنت عايزك في كلمتين. حاضر يا عم. اقعدي يا غالي. نعمين يا عم. نعم الله عليكي. بصي بقى يا غالية يا بنتي، انتي مش بس مرات ابني، لا ده انتي بنت اخويا، يعني بنتي اتربيتي على ايدي. ابوكي لما جابك جليلة ما كانتش لسه جت، وتمنيت بنت. لما جيتي حسيت ان ربنا بعتك ليا من السما، اتعلقت بيكي ودلعتك اكتر ما دلعت ولادي. ده انتي كنت بتنامي في حضني اكتر ما بتنامي في حضن امك، ولا نسيتي؟ انسى ازاي بقى يا عمي؟ لا طبعا فاكري، ربنا ما يحرمناش منك ابدا. تعيش يا بنتي. وعشان كده انت غلاوتك في قلبي مش ممكن تهزها اي حاجه. واللي حصل مع حسن دي يا عمي اني والله من غير حلفان، سواء حصل او ما حصلش انت برضو بنتي حبيبتي، واني مش عايز اللي حصل ده يعكر الصفه ما بيني وبينك. اني الحمد لله ربنا مديني العيال، يعني لو جه عيل زياده مش هيفرق معاي، لكن غلاوتك عندي ما يعوضهاش لعيل ولا عشرة. ربنا يخليك يا عمي ويديك الصحة يا رب. خلاص أنا مش عايز اللي حصل ده يسيب أثر جواك، انسيه كأنه ما حصلش. خلاص يا عمي كفاية كلامك ده، ده عندي بالدنيا كلتها. تعيش يا بنتي، ربنا يخليك ويسعدك ويهدي سرك يا غالية. ولا يحرمناش منك أبدا يا عمي. عشر أيام بحالهم فات ولا حصل حاجي ولا محتاج، قعدت بس تقولي لي ده هيتشعلق فيك، ده قلبه هيفوت من صدره عليكي، وأبصر ومادرك وكاني وماني، وكل كلامك طلع على خاشوق. ليه بقى؟ تسألي ناني؟ ما تسألي روحي. أنت علقتيه زي ماني قلتلي؟ اه يا حبيبتي في الهوا رايح جاي، ان الصنم يتحرك ابدا، انه يديني ريحين ابدا، الاكادي كل مدى ما بيزع فيا اكتر وما عادش طايق لي كلمه. انت علقتيه فين يا بيه؟ في التراسينه يا اختي عشان يروح ويجي براحته. في التراسينه؟ ايوه في ظرف التشيش بتاعه التراسين. لا يا نظري، الاصول يتعلق في شباك اوضه النوم، والاحسن يتربط في ظهر السرير اذا كان بيخش له هوا. يوه طب ما قلتيش ليه من نبضك؟ انت اللي ما فهمتنيش. خلاص افكه واربطه في ظهر السرير. ما ينفعش. يوه وايه بقى اللي هيقول لي نافع كده؟ راح مفعوله خلاص، ولازما يتعمل واحد جديد ويتحط في المكان الصح. طب والقديم؟ يترمي في الترعه قبل ما تعلق الجديد. طب والجديد ده هيجيب نتيجه؟ هتشوفي بنفسك. طب خلاص اعملي ايه؟ يا جاريه اطبخي يا سيدي كلف. طيب امسكي، بس يكون في معلومك بقى اني اخر مره هديكي فيها فلوس. اصل حكايتك دي طولت قوي معاي، وانا اللي شايفه فيها فايده ولا عايده. وادي ال 30,000 اللي باقين عليا يا حاج. ومستعجل ليه يا سعاد؟ اوعى تكون زنقت نفسك ولا حاجه. لا ابدا، وبعدين حتى لو زنقت نفسي ودبرت المبلغ ما هو كله فايده. لا يبقى خدهم، ولما يجوا من واسع ابقى اردهم تاني. لا والله ابدا ما يحصل. انا بقول حتى لو زنقت نفسي، مش معنى كده صح ان انا اتزنقت، الحمد لله الخير كتير. بس والله براو عليك يا سعارف انك عامل لنفسك قرش بعيد عن ابوك. لا من ابويا بيديني فلوس بكترة، وانا ما بصرفش، ده حتى مصاريف انا والعيال ومراتي بتكفي بها ابويا حتى الكسوه، يعني انا الفلوس بتفضل معايا زي ما هي. انا كنت فاكرك واعي وبتحجز نسبه من الفلوس قصاد جهدك مع ابوك. ما انا ابويا بيقدر الجهد ده وبيديني فلوس على طول. بس والله يا سعارف أنا كنت حاجز لك نسبتك في التسويق اللي جاي، سوى دفعت المبلغ أو ما كملتوش حتى. لا إزاي بقى؟ ودي تيجي برضو؟ إيه وإحنا بينا وبين بعض فرق ولا إيه؟ تعيش يا حاج. طمني الأول، أخبار شكر أخوك إيه؟ الحمد لله، كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله. شاكر؟ مش معقول، الحمد لله على سلامتك يا شاكر. الله يسلمك يا مريم. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله، المهم انت عامل ايه؟ مين يا مريم؟ ده شاكر يا بابا. شاكر؟ شاكر؟ الحمد لله على السلامه يا شاكر. الحمد لله على السلامه يا ابني. الله يسلمك يا ابني. ازيك يا ابني؟ كده يا مريم سابها واقف على الباب. معلش يا بابا ما خدتش بالي، الفرحه لخبطتني خالص. مفيش حاجه يا عمي، انا ما بقتش غريب خلاص. لا يا ابني ما غريب الا الشيطان، ده انت من اهل البيت. اتفضل يا ابني اتفضل. يا اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك يا شاكر. الله يسلمك يا مريم. اتفضل يا حبيبي اتفضل. الله يسلمك. الله يخليك.
يا اهلا وسهلا. هيا يا شاكر طمني، صحتك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله بخير يا مريم. ربنا ما ياخدناش عليك تاني يا ابني ابدا. يا رب. ربنا يديك الصحه والعافيه يا عم سلطان. الله يكرمك يا ابني. ايه واخبار الحاج زكريا ايه؟ الحمد لله بيسلم عليك. معلش يعني بقول لك اعذرنا، حكايه التجيل دي جت غصب عننا. امر الدكتور بقى هنعمل ايه؟ بس كل شيء جاهز ان شاء الله، بعد ما يخلص فتره النقاهه الموضوع هيتم باذن الله. شوف يا ابني كل شيء باوان، وعموما انا اتفقت مع والدك ان احنا نمشي كلام الدكتور، لان اهم حاجه في الدنيا دي هي صحتك. انا صحتي بقت بخير والحمد لله يا عمي، المهم بس ربنا يقرب البعيد. ان شاء الله يا ابني. ان شاء الله يا عمي. على فكره مريم اتصل بيا النهارده. والله؟ طب وما اتصلش هنا عشان يطمننا عليه ليه؟ ما هو قال لي ابلغكم ان هو بخير وباذن الله هيرجع بعد بكره. يوصل بالسلامه ان شاء الله. يا سلام، يعني دلوقتي بقى بيتصل عندكم انتم ونسينا احنا خلاص. اهو بيتدرب يا ستي عشان يعني ان شاء الله لما يتجوز يبقى يتصل بيكي في البيت الكبير ان شاء الله. طب اقوم اجيب لكم حاجه تشربوا. لا 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 خليكي قاعده ملوش لزوم. لا ايه قومي يا مريم، قومي جيبي حاجه ساقعه بسرعه. حاضر يا بابا. اصل بقى لما مرعي يوصل بالسلامه يبقى كل شيء كده خلص باذن الله، مش كده؟ ان شاء الله يا عم. بس انا ومرعي هنسافر كمان 20 يوم، يعني نجهز ورقنا ونستلم مشاهدات نهايه الخدمه بتاعه الجيش ونيجي على طول ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يحقق لكم كل احلامكم يا رب. يا عم طيب يا ابني انا هستاذنك اقوم اصلي العصر. اتفضل. بسم الله توكلت على الله. على فين يا بابا؟ جبت لكم الحاجه الساعه. اروح اصلي العصر وبعدين اجي اشرب معاكم الحاجه الساعه. طيب يا بابا. اتفضل يا شكر. ايه يا مريم مش هتشربيني بايديكي زي ما كنت تعملي في المستشفى؟ لا ده لما كنت تعبان بس. ماله يا ستي اتعب تاني؟ هي شغلانه. بعد الشر عليك مريم. انا خلاص ما بقتش قادره ابعد عنك. صوريش حكايه تاجيل الجواز دي ضايقاني قد ايه. معلش كل تأخيرة وفيها خيرة، المهم صحتك. المهم تبقي جنبي ومعايا يا مريم. أنا معاك على طول. يا سلام يا سلام يا سلام، وده إيه الحب ده كله بقى يا عم شاكر؟ بحبها قوي يا ثروت. أنا مش عارف بس الشهر ده هيعدي عليا إزاي؟ إن شاء الله الشهر هيعدي هوا وهتنول المراد. المهم بس انك انت تشد حيلك. عارف يا ثروت اني من يوم ما حصل لي اللي حصل ده واتصبت غبت عن الدنيا، لكن فضلت صوره مريم جوه عينيا، وطول ما انا في المستشفى طفها ما فارقش خيالي لحظه واحده. سبحان الله. ايوه ما هو الحب بيبقى كده لما يكون مكلبش في القلب، وخصوصا قبل الجواز. اشمعنى يعني قبل الجواز؟ اصل بعد الجواز والعشره الامور بتهدى وبتتغير، ما بيفضلش بقى الا العشره كويسه والقلب الطيب والكلام الحلو والعيال وشقاوه العيال ومسؤوليه العيال. لا 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 يا ثروت انا فاهمك كويس، بس انا يعني بيتهيألي ان حب المريم ما هوش حب من النوع العادي ده. لا ايه حب سوبر يعني؟ واكتر كمان، انا اصلي مش بحب في مريم شكلها وبس، لا انا بحب فيها كل حاجه، طبعها عقلها لسانها كل حاجه. حيلك يا عم، بكره نشوف. وان شاء الله الشهر هيعدي هوا وهتنور المراد. امتى بس يا ثروت اني خلاص قربت اتجنن. يا سلام الحمد لله. الف مبروك يا اخوي، يعني الدكتور طمنك؟ الحمد لله كله بقى قلصتي، شهدت الجيش واستلمته وصحتك والحمد لله بقت زي البوم، والشهر وعدى هاوي الحمد لله. اسكت يا ثروت، عدى عليا كانه سنه. المهم انه هو عدى وخلاص وهتنول المراد من رب العباد. بس انا يا ثروت مستغرب من ابويا. عمي ليه؟ مش عارف، حاسس انه مش مرحب. كل ما اقول له اني خلاص بقيت كويس وان المده فاتت بقى ولازم نوفي بكلمتنا مع الناس ونتمم الموضوع، الاقيه يماطل ويتحجج كده عشان ياجل. ليه؟ مش عارف يا ابني. اني لا بماطل ولا باجل. ما احنا طمنا خلاص يا حاج، وراح المستشفى وموضوع الجيش خلص خلاص. مستلم الشهاده. عايزين نفرح يا عمي ونفرحه معانا بعد اللي شافه في عياه ده. يا عمي عاوزين البلد كلها تفرح.
يعني بس بقول نتأنى شويه لغايه لما نطمن عليه. يابا ما الدكتور شافه وطمنه. ايوه وخد شهاده الجيش والحمد لله، يبقى ايه اللي يعطله بقى؟ ما بقولش يعطله، بس بقول في التأني السلامه وفي العجل الندامه. اعمل معروف يا عمي، عاوزين نفرح بقى. او النبي يا عمي، عايزين نفرح بشاكر. ايوه بس بقول يعني هو في ايه بس يا حاج؟ في ايه يعني؟ في ايه في دماغ حضرتك؟ في حاجه بخصوص مريم واهلها؟ اعوذ بالله، دول احسن ناس. امال في ايه بس يا حاج؟ خلاص خلاص، اني لله دي هعمل استخاره، وبكره باذن الله هرد عليكم، واللي عايزه ربنا يكون. واتطمنت خلاص؟ الحمد لله، اني بعد ما صليت واستخرت ربنا حسيت كده ان انا قلبي انشرح وخاطري هدي، قلت خلاص نتوكل على الله، مفيش داعي للتاجيل. على خيره الله. عموما حكايه التاجيل دي كانت مرفوضه من الاول، لان الدكتور قال لازم نجرب، يعني نحطه في تجربه عشان نعرف حالته ايه بالظبط. ما حكايه التجربه دي اللي كانت تقيله قوي على قلب رشوان. ما تخافش يا زكريا، ان شاء الله ربنا هيسترها معاه ويطمن قلوبنا. يا رب يا رب يا ستار يا كريم يا رب. ما تخافش يا اخويا ما تخافش، وما دام انت استخرت ربنا ولجأت له في ازمتك ان شاء الله مش هيردك خايب ابدا، وكفايه انه شرح لك صدرك يا راجل. ونعم بالله ونعم بالله. على بركه الله. بيت العز يا بيتني، على بابك عنبتني، لا خضره ودلاله بتفضل على عيني، واحنا نقول يا حليله يا حليله من اول عتبتني. يا بيت العز يا بيت الفرح يا بيت الكحك يا بيت نهار ابيض يا الف ليله بيضه. ربنا يتمم لك بخير يا شاكر يا ابن عمي. يا رب يا رب يا غاليه يا اختي، عقبال ولادك. ولادك انت كمان يا جليلي. ابلا انا عايزه حته عشان انقش معاكم. وانا كمان يا ابلا. بس يا بنت انت وهي، احنا هنلعب ولا هنلعب؟ سيبهم لي يا غاليه. خدي يا حبيبتي اعملي عروسه كبيره وانا اسويها لك. خدي يا حبيبتي، وانت كمان يا حبيبتي، يلا خدي. انت يا وليه الله يهمي وخلصينا. حاضر يا اختي من عينيا. حاضر. احنا مش بنعمل كيلو ولا اتنين، ده احنا بنعمل هم ما يتلم. ما تخافيش يا جليلي، ان شاء الله قبل الفرح هتكون كل حاجه جاهزه. عقبال ولادك يا غالي. عقبالك يا حبيبتي، ما نشيل عوضك كده يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اولاد؟ الحمد لله. ازيك يا جليل؟ ازيك يا حبيبي؟ اعملوا حسابكم يا غالي، تجهزوا الحلال الكبير عشان ان شاء الله بكره قبل الظهر هندبح العجول، خلي الناس كلها تاكل. من عينيا يا اخويا، كل حاجه هتبقى جاهزه. انا داخل اريح شويه. ريح يا اخويا، قومي مع جوزك شوفي عايز حاجه. لا 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 لا، خليكم عشان تلحقوا تخلصوا اللي في ايديكم، وانا همدد شويه. بالسلامه يا اخويا. هي المزغوده اللي تتشك في نين عينها اليمين، مش هتنزل تساعدنا كده خالص؟ يا اختي عنها ما نزلت، افتكري لنا حاجه عدله. على رايك بلا نكد. بيت العز يا بنتي، على بابك عنا بنتي، لا عود روض الليلة بتضلل على عيني، واحنا نقول يا حليلة يا حليلة من اول عتبتني. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الكحك يا بنتي. يلا مال همتكم يا رجاله. ايه رايك يا حاج في اوضه النوم؟ جميله جدا، ربنا يتمم بخير. تسلم ايدك يا استاذ صالح، ربنا يجعلها ادم الهنا والسعد عليك يا ابني يا شاكر، ويجبر بخاطرك ويسترها معاك. مبروك يا حاج زكريا.
الله يبارك فيك يا مرات اخويا. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا مرات عمي. الف مبروك يا عروسه يا حلوه. تعيش يا مرات عمي. الف مبروك يا حاج سلطان. الله يبارك فيك يا حضره العمده. نتوكل احنا على الله بقى. هتمشي معانا يا حضره الناظر؟ لا انا عايز زكريا في كلمتين. طيب بالاذن يا اخويا. عاوزش حاجه قبل ما نمشي؟ كتر خيرك يا اخويا كتر خيرك. مبروك يا اولاد. الله يبارك يا عريس. الف مبروك. ليه ده فرح مش قصدي افتكرت المرحومه امي. خلي بالك منه احسن لك ومن الفجر هكون عنده. على السلامه. مبروك يا جميل. مبروك يا الله يبارك فيك يا عم. مبروك حاج زكريا. الف مبروك. الف 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 مبروك يا مريوم. مبروك يا الله يبارك فيك. خلي بالك منه في عينيا. اتفضل يا عروس. اتفضل يا عريس. نورتي بيتك يا مريم. في ايه يا حبيبي؟ اكل ايه؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. روحوا اقعدوا مع نسوانكم. في ايه يا حضره ناظر؟ مفيش حاجه. روحوا انتوا هنحصلكم. طب يابا مش محتاج اي حاجه. مش محتاج حاجه. سيبوني في حالي. حاضر حاضر. بقول ايه يا عم؟ ما تيجي تقعد معانا شويه. وبعدين بقى انتوا هتقعدوا تنطوا لي كل واحد زي فرع لوز. في ايه يا عم؟ روحوا اقعدي مع جوزك يلا. طب خلاص خلاص. هو في ايه يا عم؟ ابوك ماله قاعد كده ليه يا حضره الناظر؟ والله ماني فاهم حاجه. يمكن بيتكلموا في حاجه يا جماعه. يعني هو الكلام ما ينفعش الا على عتبه العرسان. هتحير صحيح. Thank you.